صاحب السيارة يمارس تحرشا علنيا بالشارع العام. وآخر يحاول استمالة نفس السيدة ويدعوها لجلسة بأحد المقاهي. اعتمادا على كاميرا خفية حاولنا رصد المعاناة النفسية لهذه السيدة طوال ساعة كاملة. متحرش ثالث ظل لاصقا بها كالظل طالبا التعرف عليها، لكنه اختار الانصراف بعد ان قوبل طلبه بالرفض. سمح ليك نعرفك؟ امام هذه الظاهرة المشينة التي تسيء الى الحياء العام، قررت فعالية نسائية مهتمة بالموضوع حشد الدعم المجتمعي بغية التحرك ميدانيا لتطويق الظاهرة. On se prépare pour organiser des rencontres et aussi surtout une marche contre le harcèlement sexuel. باش نقدروا نوصلوا للمجتمع المغربي يعني نبؤوهم على هاد الظاهرة، نقولوا لهم بان راه يجب التحرك ضد هاد الظاهرة، يجب محاربتها. انا كشابة اليوم ما كنقدرش نتمشى في الشوارع المغربية بلا ما نحس براسي ان سيكوريتي. طالب التعليم ما كنت بوحديتك. لحقاش بغيت نجلس بوحدي؟ اه لحقاش بغيت نجلس بوحدي؟ علاش بغيت برصني؟ عادي. احيانا يمارس المتحرش على المتحرش بها ارهابا نفسيا. خوف وارتباك قد يؤديان الى قبول العرض. ماما عمري ما عرفتك اسيدي. المخرج السينمائي عهد بن سودة يضع اللمسة الأخيرة لفيلم حول الظاهرة التي أصبحت مثار جدل واسع داخل مجتمعنا. Faut prévoir la grue, il faut prévoir fonctionner l'équipe pour la gilet. Donc là, je pense que أحسن وقت ديال التصوير هو الساعة. التحرش تيبدا فيربال. من بعد كيدوز للمرحلة ديال المورال. من بعد تيولي لو هارسيلمون فيزيك. يعني هاد الثلاثة ديال المراحل بالنسبة لي كسينمائي شت على أنه في إطار الانتقال من مرحلة ديال الهارسيلمون الأخرى كتشكل واحد العقدة، لأن كاين هفوة قانونية في المجال ديال الهارسيلمون سيكسيوال في المغرب. فراغ قانوني وصمت مضروب على الظاهرة جعل الضحايا يكتمن معاناتهن في انتظار تشريع حقيقي ينصفهن من الممارسة اليومية للمتحرشين. المجتمع المغربي ليس الوحيد المعني بتفشي هذه الظاهرة، ظاهرة موجودة في العديد من الدول ولا سيما المتوسطية التي أنجزت فيها دراسات سوسيولوجية. باش هذاك التحرش نقصوا منه خصنا نعتبروا بأن أي شخص كان في الشارع يا بنت يا ولد عنده الحق يكون في هذاك الشارع، ماشي كاين اللي عندهم الحق أكثر من وحدين آخرين. لذلك هذاك الشيء علاش التحرش في الشوارع وفي المجال خارج سميتو، اي رجل يمكن تيعتبر نفسه بانه راه عنده واحد السلطه، بما انه رجل عنده واحد السلطه في هذاك الشارع. مهما اختلفت طريقه اللباس كل النساء عرضه للتحرش الجنسي، وهو ما يعكس عمق المشكله التي تنخر جسد مجتمعنا. والتحرش في الشارع العام لا يجب أن ينسينا أو يدفعنا إلى تناسي نفس الظاهرة داخل أماكن العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص. في مجتمع منفتح ومتسامح، لكنه لا يقبل إدلال كرامة جميع أفراد المجتمع.